على مقربة من ضفاف السيل على سفح جبلي منخفض بنيت البيوت، وفوقها على مرتفع آخر بنيت بيوت وأسواق. هنا أجزاء من جدران طويلة يقال إنها كانت أسوارا حول مزارع فيها 4 آبار. عيد اليحيى كعادته يوثق قطعا فخارية وأخرى زجاجية وأدوات حجرية منتشرة في هذا الموقع الذي ما زال بانتظار مزيد من التنقيب الأثري. طيب يا دكتور راشد، لما صعدنا قليلا عن ضفة وادي حنيفة وجدنا هذه الجدران المبنية من الحجارة، هل هي تابعة للحني؟ لا شك، كما ذكرنا يعني المنطقة هذه كان مسمى القديم الفارعة فالموصل اللي مسماها الآن الحني، الآن اللي إحنا موجودين فيها، لا شك أنها منطقة الحقيقة اختيارها أيضا الارتفاع عن الوادي أعطاها ميزة، ولهذا كانوا القدماء يبحثون عن الناحية الأمنية في المقام الأول. نعم. واستمر هذا أيضا إلى كثير من الإنشاءات المدن الآن في الجزيرة العربية وغيرها، لكن تقدم الحقيقة لنا هذه المنطقة صورة جميلة جدا عن الوضع السائد الموجود حول البلدات الموجودة حول وادي حنيفة، ولهذا كان ارتفاعها بارز، وفيها المنشآت أيضا الموجودة، ربما أيضا أدوات معمارية، وأيضا هناك بيوت لكنها الآن للأسف مخفية وتحتاج أيضا إلى تنقيب أثاري، ربما طمرها الرمال الآن أكثر من 2 إلى 3 أمتار عن سطح الأرض. فلا شك أنه هذه نحاول قدر الإمكان الآن نتوجه أيضا إلى الجهات الحكومية أو غيرها لمحاولة أيضا البحث والتنقيب في هذه المنطقة، لعل هناك اكتشافات رائعة جدا ستنتجم عن بعد إذن التنقيب في هذه المنطقة. صراحة يا دكتور راشد إني سعيد إني أشوف آثار باقية في الرياض لها عشرات القرون. وش لقيتوا لما نقبتوا هنا أو مجستوا؟ هو سووا الإخوان بقيادة الأستاذ محمد الحمود مجس هنا في الجهة اللي خلفنا الآن، أو أظهر فيها مجس البسيط هذه 10 متر في 10 متر، فأظهر في جزء من هذه المنطقة الطرز المعمارية للبيوت القديمة، فكثير الحقيقة تشاهد وتستغرب كيفية البيوت القديمة مدى اتساعها أو ضيقها، فوجدنا تقريبا 2 متر في 2 متر كثير من البيوت والغرف القديمة بهذا الحجم، هذا حجم بسيط لأحد البيوت المشاهدة اللي عمل عليها المجلس. فلا شك الحقيقة التنقيب الكبير والضخم في هذه المنطقة مستقبلا، وهذا ما نتمناه ويتمناه أيضا المهتمين لنكشف أيضا حلقات مفقودة يقدم لنا الجميع بحاولة التنقيب في هذه المنطقة. كلها من الحجر لا شك، كلها من حجر، وأيضا تصميمات مختلفة في هذه المنطقة، العوامل أيضا مساعدة لوجود أيضا الحياة والنماء في هذه المنطقة عشرات السنين، وهذا ما حصل في أيضا هذه الجهة. وشوفهم بانين فوق ضفة وادي حنيفة، يعني مهما اتسع الوادي أو صار في فيضان في تلك القرون الماضية يعني قاسوا الجوانب البيئية. الجوانب البيئية وأيضا الجوانب الأمنية، يعني أغلب المدن أو البلدات اللي على امتداد وادي حنيفة يعد العامل الرئيسي الأول اللي هو قضية الأمن وأيضا تأمين المنطقة عن جريان الوادي، ولهذا نجد في وادي حنيفة بعض البلدات والقرى اندمرت بأيضا مراحل زمنية طويلة بسبب جريان السيول عليها، لكن هذه المنطقة حوفظ عليها بسبب ارتفاعها عن سطح الأرض. نعم جميل. والمجس هنا في هذا المجس. نعم المجس في هذه الجهة خلفنا الآن، هذه اللي عمل فيها وتبين الحقيقة آثار رائعة الحقيقة تنبئ لنا المزيد والجديد إذا تم اكتشاف هذه المنطقة وعملية البحث فيها.